شوف، هو يلزم ساعة نتوجه للجمهور الترجي، يلزم يكون واعي أنه الترجي في المستقبل راه ما هوش باش يكتفي باش يتبارى في تونس بالميزانية متاعه مع ميزانيات اللي هو ينجم يتبارى معها. اليوم باش يمشي الانتداب تاع نادي النصر كريستيانو رونالدو 200 مليون دولار، يعني 600 مليار، يعني على الأقل 50 مرة انتداب رونالدو، 50 مرة ميزانية الترجي. احنا ماناش نعملوا انتداب تاع 200 مليون، لكن يلزم الجمهور يساهم في انتدابات قيمة باش نجموا نسافروا، باش نجموا نبرزوا في البطولة العربية، باش نجموا نهزوا بطولة افريقيا، باش نجموا نلعبوا كأس العالم بحظوظ ما عادش نمشيو مشاركة للمشاركة. أول رئيس دخل رابطة الأبطال الإفريقية تونس في الترجي، شنو هي رأيه في الترجي اليوم في الناس هذه؟ الترجي بفضل الوقفة تاع الجمهور نتاعها، لأن في وقت ما جمهور الترجي ما حبش يصبر شوية على الفريق، لكن الحمد لله تعقل، ومنذ الفترة نتاع الشك هذيك عملنا ما لا يقل على 10 انتصارات، 7 انتصارات متتالية، مرتبة أولى في الشامبيونز ليج، جات النكسة الصغيرة هذه متاع الزمالك، ما تنقص من حتى شيء من قيمة المجموعة، من قيمة المدرب، من قيمة الترجي. علينا بالعمل، وبالعمل نجمو نتحسنوا، نجمو نمشيو. مازال بكري على الحظوظ، أعطينا ساعة نترشحوا، ومن بعد كل دور يكون في حظ نتاع الترجي وافر، وبالعمل في اعتقادي ما صعب حتى شيء على الترجي. ديما الشباب تاع الترجي يفاجئونا بافكار جديده وابداعات جديده، وانا نتبع فيهم. نلقاوك انت دائما تواجد، وكل هذه الكونتينيتي اللي هي سي لا فورس في الاسبيرانس. الاسبيرانس صرح كبير بدا من عام 1919، معناها لو كان ما ثماش التواصل هذايا والامتداد نتاع العمل والتناغم بين الاجيال، راهي ما ثماش ترجي، وهذا داخل في العمل اللي قاعدين يقوموا بهم الشباب هذايا. اليوم كي تشوف الاسبيرانس من وصلت سيسلي، ما كيت الخدمه نتاعك من دخول الخدمه قبل في الاسبيرانس، ما كانش حرام؟ لا، ما انا حطيت لبنه في صرح الترجي، ثم ناس قبلي هما اللي يظل الناس اللي عندهم زيه كبيره على الترجي هما اللي خلقوا الفكره هذه اللي هي فكره الترجي وحلم الترجي. احنا بالوقت كل واحد جاء من رؤساء الترجي من عام 19 الى يومنا هذا، كل واحد اخذ فتره معينه وجاب اللي نجم يجيبوا للجمعية هذه، وهاكم تشوفوا اليوم النتائج، وتشوفوا العائلة متاع الترجي كبرتوا، الأحباء متاع عددهم كبر، والترجي ولا رقم صعب مش في تونس فقط بل حتى في أفريقيا. بالله أنا وحمدي المد بكي نحكيه على شنو زعم، لا على حليب ولا على يغرب، نحكيه على الترجي وعلى المسيرة متاع الترجي وعلى النجاحات متاع الترجي وعلى أفاق الترجي، وعنده أفكار معناها للمستقبل القصير، معناها نتاع الترجي المستقبل القريب، وان شاء الله معناها النتائج نتاعنا تخلينا ديما نطمح لما هو افضل.